السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في برنامج البيوند كاد هنعمل حاجة ظريفة خالص، هنعمل مسار لعربية وبعد كده هنخلي الفيديو يمشي في المسار دوت. تمام، طيب خلينا واحدة واحدة. هنيجي هنا ترافيك واضيف مسار مثلا للسيارة، هقول له كرييت باص وهبدأ أمشي بالشكل دوت. تمام، وممكن تعمل مثلا حاجة لقطر مثلا اهو. سوري، انا تعال نعملها تاني اهو، دوست اسكيب عشان يبدأ يخرج من الامر. وبعد كده اقول له انا عايز اعمل واحد بقى خاص بالقطارات اهوت، ودوست اسكيب. طبعا انت عندك هنا النقط دي تقدر تتحكم فيها، فتقدر بكل سهولة تتعلم على واحد فيهم تنقله بالشكل دوت. عايز تلغي تدوس ديليت. طيب خلينا نقول له دلوقتي تعالى هنا، هنقول له ده غير الاسم بتاعه لكار ودوس انتر. وهنا هقول له نغيره لترين ترين. وبعد كده خلينا نعمل تشغيل. فانت كده شايف القطر بيمشي ازاي والعربية تمشي ازاي. طيب تعالى بقى ندخل هنا في الرندر، اقول له فيديو، اقول له ان انا عايز اعمل فيديو جديد، بس بختار النوع هيبقى باص. فبيقول لي انت عايز تسميه ايه، فممكن اقول له طب انا عايز اغلط الاسم ده، جاب لي كور. طيب اقول له جنريت فيو، عمل لي الفيديو. دلوقتي انت بقيت جوه العربية اللي ماشية بالشكل دوت، وتقدر تتحكم في الاوفست والزاوية وكل الحاجات ديت زي ما انت عايز. تمام، انا بوصل الاديت. تمام، طيب خلينا نرجع تاني ونقول له اعمل لي فيديو تاني، بس المرة دي هات القطر. ادي الاسم اتغير لي ترين، وقول له جنريت فيو اهوت، ونقول له بقى ايه انطلق، فيبدأ يجيب لك الفيديو.